كثير اليوم على الجمهور. اتمنى اليوم السيد اليوم نطقه ايجابيه هذا الجمهور يعطي حافز الاكبر انه هو يكون قوي ونط قوي بالنسبه حق الهلال. يخرع الجمهور. احنا هني ما شاء الله نحس بالرهبه يعني بصراحه يعني. ان شاء الله يكون في لاعبين ما شاء الله انه هذا حافز كبير نبي هالثقه. ولكنها تتمدد لتشمل اسيا كلها. انطلقت سافره البدايه بين زعيمين هما الهلال السعودي والسد القطري ثم النهائي دوري ابطال اسيا. كل الانظار تدار باتجاه الدره في هذه المباراه ويتجلى امامك عزيزي المشاهد هذا المنظر. اللاعب الذي يظهر امامنا الى رودريجو تاباتا يبحث عن التسديد ولكن العوده لتياغو نيفيز استخلاص وهنا الشمراني معبود عليه الامان فات وعدى انطلق الشمراني يحاول ان يباغت ولكن تدخل جماعي على الشمراني. هذا المنظر لا يحتاج تشجيع لا يحتاج شمراني لمؤازرة لأنهم قبل ذلك بساعات حاضرين وعارفين لمعاني التشجيع ومعاني الوفاء للهلال من خلال الصورة هي أصدق منظر نراه أمامنا وهي أصدق تعبيرا عزيزي المشاهد. السد يدخل هذه المباراة سعد الشيب حراسة المرمى خط الدفاع لدينا من اليسار إلى اليمين إبراهيم الماجد ليونغ المهدي علي مصعب خضر وفي منتصف الملعب كسارة طلال. هذه هي المعطيات وننتظر البراهين بأقدام اللاعبين وعزيز المشاهد يتجلى أمام عينيك هذا المنظر وفخامة الهيئة وكما قلنا الكل خاضع لسحر واحد لمحبة واحدة هو السحر الهلال محبة الهلال لجماهير تفوقها أيضا أعداد خلف الشاشات بآلاف مؤلفة خلف الشاشات. جماهير نادي السد على كل مهارتك فزعتك هي مهارتك الهيدوس يلعبها لنذير بن حاج مونيكو تمريره ملعوبه مع رودريجو تباتا واستخلاص ياتي امامنا مونيكو القادم من جوانزو وامان السد بان يعيد ذكر جوانزو وما فعل مع جوانزو من قبل هذا البعبع الصيني فريق جوانزو. ونصل الى الدقيقه 11 وحتى الان ما زال عزيز المشاهد التعادل السلبي بين الفريقين. ياسر الشهراني يلعب الكره الى القحطاني السلام على التمريره وينك من زمان يا ياسر كرة ملعوبة أمامنا يلعب الكرة في الأمام الشهراني تعود مجددا للشمراني بين شمراني وشهراني يبحث الهلال راقية جدا مع الهلال سلمان الفرج التمريرة ملعوبة سلمان الفرج يلعب الكرة أمامنا الشمراني والتمريرة للأمام من الشمراني وصلت محاولة يا ستار من هذا الغدار كان وين وجم من وين الدوسري وفي غمضة عين كاد أن يدون أولى الأهداف شوف الكرة الماضية تمريرة واحد اثنين والثالثة كانت وين كانت أن تكون في المرمى ولكن للعبة شاب لها سعد الشيب تخرج إلى خارج أرضية الملعب لن نقول أنها ضاعت بل تألق سعد الشيب في التصدي عن الكرة الماضية في غفلة وعلى حين غرة ركلة ركنية والكرة العرضية باحث عن رأسية يحاول الشمراني وارتقاء عالي من الشمراني ولكنها مرت وعدت بردا وسلاما على مرمى السد شوف ارتقاء في الكرة الماضية وأيضا ولكن الصواب لم يكن موجود وبالتالي الجواب لم يكن موجود يا ناصر الشمراني وتياغو نيفيز تنتظر وترقب الكرة ملعوبة هنا تصل السوري تسديد شوف الإعادة ملعوبة بالمسطرة القلم من نيفيز وجه رسالة الفرج مباشرة على الطائر وكاد أن يطير الهلال في الهدف الأول ولكن العارضة ترفض الكرة الماضية وتكرم الضيوف وتمنع الفرحة الأولى والابتسامة الأولى لهذا المدرب وللهلال مرت الكرة الماضية شوف اللقطة الماضية ردة الفعل وانتفاضة الفرحة أمامنا تدخل جماعي والتمريرة من تباتا هنا الكرة الملعوبة طلال بلوشي ولكن تأخر في الكرة الماضية يحاول بكرة ملعوبة سهلة في الأحضان والأمان لحال بعد جان العين وبعد يأتي ناصر الشمراني بسبعة أهداف الجان 10 زاد رصيد اليوم الجان 11 هدف شمراني 7 وعندك إيكا جوانزو وبعد ذلك فلات الاتحاد بستة انطلاقة في الأمام ومحاولة للتقدم الشمراني ماشي وين يلعبها للقحطاني عادة لتياغو نيفيز والعرضية تصدي يأتي أمامنا وابل من الهجمات الهلالية سيل من الهجمات على مرمى الشيب ولكن شوف الإعادة
انطلاقه. شوف اللقطه الماضيه، واحد اثنين والثالثه امامنا على الطريق. اللاعب ياسر الشهراني تبعها القحطاني ولكن ابد للبر. محمد كازولا استخلاص الكره من جانب كازولا، يلعب الكره كازولا، تصل الى سالم الدوسري. القحطاني يلعب الكره امام ياسر القحطاني الى ناصر الشمراني، يبحث عن توأم دون ياسر القحطاني ويبحث عن البيت الخاص فيما بينهم حتى الان، ولكن حتى الان لا يصلح اي منهم. تياغو نيفيز هل يصلح تسديده؟ ولكن وين وين وين، بعيده عن درب المرمى للمساحات. خطا هنا امامنا، الكره ملعوبه داخل منطقه الجزاء. راسين يا رب الان، محمد كازولا بلسان واحد، السن بالسن والعين بالعين والبادي اطلق يا دوسري. شوف الاعانه، محاوله كان في غفله وعلى حين غره ان يفعلها محمد كازولا، وفي كره كان يبحث الهلال عن الاهداف فكاد ان يبحث عن الكره العرضيه. الزوري يلعب العرضيه ولكن الى ابراهيم الماجد، يبعث في الكره الماء من جانب الماجد. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، يا من تتابع هذه المباراه، اطلق فالنتين كوفيلينكو معلنا عن نهايه شوط المباراه الاول. شكرا الزميل حمد جاسم، شكرا الزملاء في الاستوديو التحليلي على هذه الرؤيه الفنيه لشوط المباراه الاول ومستقبل الشوط الثاني. التحية لكم دوما الوطن الجميل، مشاهدينا متابعينا عبر قنوات بين سبورتس، هنا في لقاء الزعامة من درة الملاعب ملعب الملك فهد. شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين دون أهداف الهلال السعودي السري القطري ثم نهائي دوري أبطال آسيا. من حيث انتهى الشوط الأول يحاول الفريقان أو يحاول قصص، خطأ يأتي أمامنا ومحاولة من إبراهيم ماجد، تسديدة ملعوبة مرت إلى خارج أرضية الملعب. كرة ملعوبة، طلال بلوشي يلعب الكرة، محاولة والخطورة والتسديدة. وين يا راجل وين 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 يا بنتلي في الكرة الماضية، حاول أمامنا ولكن مرت وعدت الكرة الماضية. شوف البنتلي بقيمة البنتلي، حاول أن يكون تسديدة كانت أمامنا ولكن بعيدة عن درب المرمى، افتقدت للصواب وبالتالي لا جواب. هلالية النقلة ملعوبة إلى سالم الدوسري، سالم ما زال يحاول حتى الآن، ما زال يكافح حتى الآن للدوسري. كرة ملعوبة، سلمان الفرج يلعب الكرة أمام سلمان إلى بنتلي، تمريرة من جانب بنتلي، محاولة ملعوبة إلى بنتلي، تقدم في الأمام واللمسة، عبد العزيز الدوسري مر وتقدم الدوسري، تمريرة عائلة مجددا إلى دوسري الآخر، وابناء الدواسر عاملين عمال في المنتصف، محاولة والمحاولة ما زالت أمامنا. عندك دوسري صعب الشيل، عندك أبناء الدوسري اثنين في الهلال ما شاء الله تبارك الله، يعني أبناء دوسري داخل أرضية الملعب، عائلة تبدع داخل أرضية الملعب. محاولة ما زالت أمامنا، الزوري يبحث عن تسديدة والكرة إلى أحضان حارس المرمى، الكرة إلى أحضان سعد الدوسري الآخر بعد تمريرات بين ابناء الدوسري. هذه المرة السوري تسديدة والكرة إلى خارج أرضية الملعب. شوف السوري جاي من وين في تسديد، تصل في المنتصف المهدي علي، تمريرة رودريجو تباتا، السد بدأت أن تلوح خطورته وحالة بدأ أفضل من الشوط الأول، تحرر بكل تأكيد نذير، تقدم من جانب نذير، تسديدة محاولة من نذير وتسديدة لا تصد ولا ترد إلا من العارضة التي للمرة الثانية ملعب مباراة ولعت الآن. شوف 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 الإعادة، هذه صداها وصلنا للدوحة، وصداها وصلنا للدوحة. الكرة الماضية كرة حبست معها قلوب الهلاليين، حبست معها قلوب الهلاليين وكانت قلوب السداوية أن تطير فرحا، ولكن رغما هي لحظات للمتعة، هي دعوة للمتعة لما تبقى من 20 دقيقة على ختام الوقت الأصلي. الكرة مع دوسري، يلعب الكرة إلى منتصف الملعب، تمريرة في المنتصف عائدة مجددا عن طريق الكوري كواك، نقلات وتمريرة، تصل الكرة إلى دوسري في منتصف الملعب. كرة القدم شوف بين لحظة، بين لحظة وبين حين وآخر تحبس أنفاس محبيها، هذا هو حال كرة القدم. الكرة تصل على حدود منطقة الجزاء، تمريرة ملعوبة، الفرصة هنا أمام التسديدة، في المرمى وينطق العنان يا فرح الهلال بهدف قوي.
وعلى هذه الصورة التي كما ذكرت لك يا من تتابع ليس لنا إلا الصمت أمامها، واملأ عينيك طربا فيما ترى. صورة تتوسد بكل أمانة على محاجر ومن مسافة بعيدة. رودريجو تاباتا، كرة تلعب عالية، حاول باحث عن راسية ولكن إزديري يبعدها مباشرة بضبط من حديد، يبعد الكرة الماضية عبد الله وواقع السداوية. انتظار لقاء الرد وعنوانا واحدا غدا نكون كما نود هو حال السداوية، وهي أمانية السداوية. ملعب جاسم بن حمد سيكون هو الفصل في واقعة الزعيمين، في واقعة آسيا الأولى بين الكبيرين الهلال السعودي والسد القطري. ثواني أخيرة مشاهدين الكرام على الختام، ومحاول هنا للتقدم يا السلام عليكم أشوال، وحاول وما زال أمامنا حاول شمراني وطوالي التدخل جمالي جماعي طوالي على الشمراني. وفي هذه اللحظات مشاهدين الكرام أطلق حكم المباراة الزين فالنتين كوبيرينكو صافرة المباراة، معلن عن إفراح الهلالية وأتراح مؤجلة سداوية إلى لقاء الإياب. مشاهدين الكرام شكرا للفريقين، شكرا إن كانت هناك رسالة وإن كانت كلمة تقال فللحضور وللمدرجات التي امتلأت واكتظت بهذا الحضور الجميل الذي بكل أمانة أطرب مسامعنا ونافرينا بمنظر